وفي الاستوديو تنضم إلينا نصرة الحربي. أهلا بك يا نصرة. أهلا فيك سارة. طبعا أنا قلت أنه عندك 600 ألف متابع على تويتر، هو فعلا 600 ألف على إنستغرام هو الصحيح. طيب خليني أسألك، أنت أصلا ناشطة في مواقع التواصل ولا تصنفي نفسك ممثلة ولا تصنفي نفسك مراسلة مثلا؟ ممكن يكون انه ناشطه اول شيء، بس في الاخير انا يعني مهنيا انا الان مراسله في ام بي سي، بس الشغل اللي هو السوشيال ميديا هذه حاجه احس اني قريبه اكثر من الجمهور. ايوه، بس يعني هي انت يعني العمل نقدر نقول مراسله صحيح، لكن ايش الهوى فين؟ والله الهوى هنا وهنا، يعني عارفه هذا تحسي تواصل مع الناس اللي انا من زمان مثلا ما شفتهم، يمكن هوايه حب اني اتواصل مع الناس. انا ترى ضعيفه جدا في التواصل اللي هو المباشر. ايوه، فتلاقيني في التواصل لا مباشر عن طريق الفيديوهات او السناب شات، فسريعه فيه يعني. طيب بس انت كمان يعني حسب على مواقع التواصل كمان اثرتي كثير من الجدل، خصوصا واحده من النقاط اللي هي انه بتعلقي على الكوره وبتشجعي النصر. هل لابسه اليوم عمد الالوان هذه؟ لا والله، هذا لبس امي الله يحفظها لي، هي اللي اختارت لي هو. فيصال اذا مامتك نصراويه خلاص مفسر الشغله يعني كمان. لا ماما ابدا ما لها داعي في الكورة أبدا ولا تحب الكورة، بس أنا سبحان الله من وأنا صغيرة أحب النصر. فمسكت معايا، يعني لقيت نفسي اسمي نصرة وخلاص، لقيت فيه ترابط. فيمكن اللبس كده، والله أبدا ما تعمدت. القلب ما يهوى، قلبك راح كدا للألوان. طب بس ما تحسي أنه يعني أنت مثلا بتفقدي ناس من متابعينك لما تشجعي النصر بهذه الطريقة؟ لا بالعكس، أنا اكتشفت أنه كثير ناس بيشجعوا فرق أخرى بدأوا يحاولوا يعني تحسن صورة النصر عندهم بسببي. إنه أنا مش متعصبة، بالعكس أنا أي فريق بيفوز بقول لهم. تقولي في الفيديو هيا تعال هيا روح. أيوة طيب إيش؟ والله كانت دعابة بس يعني مش القصد، والله عارفة سارة، بس إنه الحماس ياخذك أوقات لما يفوز فريقك وأنت يعني من زمان ما فاز. احنا لازم نعترف هذا الشيء انه النصر مو دائما ابدا بيفوز، فلما يفوز وانت متحمسه فلقيتي لا شعوريا تفاعل جاء. فهذا اللي صار. كيف كان الحماس بعد ما فزتوا على الهلال؟ جميل طبعا، بعدين خلاص راح. راح الحماس بعد ما خسرنا. بعد ما خسرتوا بعدين وكيف كان؟ لا ما زلنا احنا صامدين، ما عندنا مشكلة نصمد لين مليون سنة. ما هي هذه، انت بتسجلي فيديو بتتحمسي فيه انه فزتوا وبعدين بترجعوا بتنغلبوا، فين بتروحي؟ برجع اسجل برضه جوهارد لك وما في مشكلة، وبنبقى احنا زي ما احنا والحياة مستمرة. أيوه. طيب حكاية التمثيل هذه كمان هل هي نقطة مثلا حتركزي عليها؟ يعني انت كان عندك اعمال، حتى يمكن هنا عندنا بعض التغريدات اللي الناس بتسأل فيها شوية اسئلة، فهنا مثلا بيقولوا انه يعني انت عندك برنامج في رمضان الجاي في 2016، كل شيء جاهز. عندك اعمال طبعا. ايوه صحيح، انا بسبب شغلي كمراسله في قناه ام بي سي، الشغل كمراسله جدا متعب وجميل رائع. فما تقدر، التمثيل اجمل منه ما في، لكن انا اللي حصل معايا اني ما قدرت اوزن بين الاثنين، لكن ان شاء الله قدام راح ابدا اوزن، وان شاء الله يكون في برنامج انا اقدمه ان شاء الله او اشارك فيه، في نفس الوقت ان شاء الله تكون لي اعمال في التمثيل يعني. راضيه عن تجربتك التمثيليه يعني الاعمال اللي قدمتيها؟ اي حاجه انا سويتها بتعلم منها، وان كانت غلط انا بتعلم منها، لانه سني وخبرتي البسيطة وأنا يكفيني بداية مشواري اشتغلت مع أساتذة وعمالقة، يعني ما شاء الله تبارك الله أستاذة فخرية خميس، الأستاذ محمد الحجي، يعني أسماء مرة كثير بس الآن يعني ما تحضرني، فهذا الشيء يكفيني الحمد لله. أيوة. طب في واضح أنه هجوم في التغريدات في الشريط أسفل الشاشة عليك لما قلتي أنه واضح أنه صورة أنه صورة النصر تحسنت بعد يعني بعد فيديوهاتك. إيش بطلت أجمع أي بعد فيديوهاتك؟ لا ابدا ابدا اهدي، اذا حابه يعني وضحي على الهواء. ابدا والله بالعكس ما في ولا شيء، بس انه يعني انا اللي اقصد انه في ناس كانت بتوصل صوره سيئه، يعني مثلا انه النصر لا في مشكله، ترى احنا عندنا انه التعصب الكروي او التعصب الرياضي بشكل عام بتسبب حزازيات، سواء احيانا حتى في البيت بتصير مشكله. على فكره احنا يعني انا عندي اخواني الاهلاوي، الهلالي، الاتحادي، الوحداوي، انا النصراويه، جامعين البيت خلاص احنا يعني، فهذا هو بالعكس انا احب كل الفرق واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب كلهم. طيب هل كان كمان اهلك عندهم مثلا مشكله في دخولك مجال التمثيل او الاعلام او يعني هل واجهتي صعوبات من هذه الناحيه؟
لا الحمد لله عندي أم وأب، الحمد لله يحفظهم لي يا رب، وأخواني الحمد لله هم الناس المساهمين واللي يشجعوني على هذا الشيء، لأن في النهاية أنا بسوي شيء أنا أبغاه. يمكن الانتقادات بتيجي من اللي حولك، تخيلي سارة أنت ممكن بتلاقي إنه الأصدقاء أو الأقارب أو الأهل أكثر الناس بيشجعوك، بس اللي حولك. طالما أنا أشوف إنه أمي وأهلي معايا فالحمد لله. طب والانتقادات مثلا على مواقع التواصل والتعليقات؟ صدقيني ما تعني لي أي حاجة، يعني بعدي عليها ولا كأني شفتها ولا بتجرحك ولا لا، لأنه طالما أنا موجود في ناس بتوقف وتسأل عن نصر الحربي وبتحاول أن تتعرف عليها وتسلم عليها وتتصور معها، صدقيني بفرح وأقول ليش. يعني حتى أحيانا ممكن أزعل لو شوي، أحيانا أقول طب ليش، طب في شريحة كبيرة من الناس تحب نصر الحربي، بالتالي أنا الشريحة القليلة هذه ما حعمل لها اعتبار لأنه موجودين ناس بالأضعاف تحبني. طيب جميل حلو، وننهي على هذه النقطة وأشكرك على وجودك معنا، كانت معنا نصرة الحربي.